يعاني الواقع الزراعي في عموم العراق من بعض المشاكل، ومنها آثار شح المياه وانعكاسها على ذلك الواقع بشكل كبير، فضلا عن مشاكل في دعم المزارعين بالوسائل الحديثة. هذا الأمر ساهم في تصاعد ظاهرة هجرة الريف وتجريف الأراضي المنتجة وتحويلها إلى أحياء سكنية، الأمر الذي يهدد هذا القطاع الحيوي. لذا يطالب المزارع العراقي بتوفير الدعم اللازم لتنشيط هذا القطاع، كما يطالب طلبة السادس الإعدادي من الذين تخرجوا من الإعدادية بإعادة العمل بقرار تحسين المعدل لإتاحة الفرصة لهم بتحقيق طموحاتهم وأهدافهم. هي طيبة من الديوانية. يطالب المزارعون بدعم الواقع الزراعي، وهذا المجال مهم جدا على مستوى الأمن الغذائي والاقتصادي. الدولة اللي تقدر تنتج غذائها واللي تنتج من خلال بعض المحاصيل أو تنتج بعض المحاصيل تساهم ببعض الصناعات، هذه الدولة راح تحقق اكتفاء ذاتي، فبالتالي ما تحتاج إلى استيراد الغذاء من الخارج، راح أيضا توفر عملة صعبة وراح تساهم بالتقليل من البطالة، فضلاً عن التأثيرات المناخية والبيئية اللي يوفرها ازدهار الزراعة في أي مكان. بعض المحافظات المصدر الأبرز للدخل فيها الزراعة، من هذه المحافظات الديوانية اللي يطالب بها الفلاح والمزارع بالدعم من خلال رسالة ليث صلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة المشاهدين، تحية طيبة لكم، والتحية موصولة أيضاً للزملاء في الاستوديو. اليوم نتواجد في قضاء مهناوية في الديوانية لنتحدث في هذه الرسالة عن واقع موسم الزراعة الشتوي وأبرز مطالبات المزارعين. خليكم ويانا وراح نتابع تفاصيل هذه الرسالة. ناحية المهناوية صعوبة صارت عندنا الزراعة بالنسبة للماي، الحصة كلش قليلة، واتلفت عندنا بالنسبة للماي، اتلف عندنا محصول الشلب. محصول الشلب شيء ضروري عندنا ودرجة أولى، يعني من النوعيات الجيدة. أولا الأيدي العاملة اختفت من عندنا، الفلاح قام يهاجر للولاية. بالنسبة إذا ما يحصل زراعة، الزراعة هو اللي عايش عليها، وين راح يروح؟ راح يتجه للولاية، يعوف قاعه ويروح للولاية. الحصة المائية قليلة. بالنسبة للمنتوج هسه منتوج الشتوي اللي عندنا تشوفونها، هذه الحنطة، الحنطة اجت عندنا نوعية جيدة وبذور جيدة، بس منو داعمها؟ داعمها الفلاح، ما دعمتها بالنسبة للدولة، ما دعمتها. إن شاء الله يبشر بخير. هسه تشوفها احنا عندنا موسم شتوي تقريبا 100% من الدرجات الأولى. تشوف هسه الزراعة اللي عندنا منتكل عليها الفلاح تعبان وخسران عليها مئات الملايين خسران. زين الدولة ماكو حتى تعويضات، ماكو، اعطونا تعويض فرط واحد موسم صيفي للشلب فقط واحد، غيره ما اعطونا تعويضات. واحد وصل للفلاح وهذا هو. والله مطالباتنا الدولة تنظر للفلاح. الفلاح مهم بالنسبة للمجتمع. بالنسبة للمجتمع مهم الفلاح، ينتج هسه شوف هذا ينتج آلاف الأطنان بالنسبة للحنطة، وآلاف الأطنان بالنسبة لموسم الشلب. هذا اللي نطالب به، احنا نريد الدولة تعوضنا بماي، تعيننا بسمات، تعيننا بذور، تعيننا الدولة، تعيننا، ماكو غير الدولة تعيننا. ناس تعبت على أنفسها وأراضي عندنا متطورة وأراضي ضخمة، ليش نتركها؟ أنا بدل ما أنا أحط له 50 30 20 دونم أروح أحط له 200 متر بالولاية؟ ليش؟ فالدولة نريد الدولة مثل ما احنا جاي دولة زامط بينا، خلينا نقول يعني بالشعب، الدولة هي أم الشعب، ولكن لولا الشعب لما وجد الدولة. احنا مثل ما الدولة تريد من عندنا احنا نريد من الدولة. الدولة لازم توفر لنا اللي نريده، والفلاح تشوفون الفلاح، الفلاح إذا ما يوصله ها؟ منين ينطي؟ منين الانتاجات؟ احنا نروح نستارد والله من استراليا، نستارد طحين، والله هذا طحين استرالي مضبوط؟ لا هذا ما يصير. ليش احنا العراق وين؟ مطاحن العراقية وين؟
زين لا انا ما زارع منين اجيب طحين؟ تمن الكيلو تمن اروح اشتري هندي اني؟ ما يصير اشتري هندي، انا ابو العنبر، انا المضروب بي المثل. انا اروح عنبر المشخاب ولا عنبر الشاميه يعطوني حصه المهناويه قضاء يملك له 30,000 دونم يعطونا 100 دونم زرع الشلب والله بس العشر؟ ما يصير. الصلاحيه لا شيء. ليش عندنا بس بالشاميه 250 دونم ليش؟ فاحنا نطالب الدوله انه تنظر للفلاح بعين الاعتبار. ليست مصدرا للرزق فحسب، فالزراعة في الديوانية تمثل أرث وهوية لكل أبناء المحافظة، خصوصا وأن هذه المحافظة تمثل عاصمة العراق الزراعية، وبالتالي تنشد وهي بحاجة إلى اهتمام حكومي ودعم حكومي للقطاع الزراعي فيها، خصوصا وأن أبناء المحافظة وهم يعملون ويشغلون نسبة أكثر من 65% في هذا القطاع المهم والأبرز في محافظة الديوانية. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الرسالة من برنامج صوت عراقي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو. للحديث أكثر معنا سيد أحمد السوادي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بالعراق. سلام عليكم وتحية طيبة. تأثير شح المياه على الواقع الزراعي. بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام، اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم وبفضائية الفرات المحترمة التي دائما علمتنا وعودتنا على ان تكون في الحدث. حقيقة شحة المياه من الكوارث الطبيعية التي اثرت تأثير كبير جدا على العراق. احنا نعرف انه العراق في نهرين، النهرين منبعهم من تركيا وقسوة، واحد الانهر اللي هو الفرات يمر ب جارة سوريا، وبالتالي تقسيم المياه هو تقسيم غير عادل. إذا كانت الظروف الاحتيادية، يعني في الظروف الاحتيادية هو غير عادل، كيف هناك أكو شحة مياه؟ فأكيد العراق تأثر كبير به. طبعا تأثير شحة المياه متفاوتة، تعرفون أنه القطاع الزراعي تقريبا يشغل 50-60% من استهلاك المياه في البلاد، وبالتالي يعني اذا نقسم القطاعات، القطاع الزراعي هو الحصه الكبيره له، اذا هو التاثير المباشر والكبير على القطاع الزراعي، وبالتالي على الفلاحين والمزارعين، وبالتالي على الاراضي والزراعه. حقيقه احنا في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه قبل هذه الفتره طلبنا من وزاره الزراعه ومن وزاره الموارد المائيه اعداد خطه استباقيه لهذه الشحه، وتحويلنا من الزراعات التقليديه الى الزراعات الحديثه بالتقنيات الحديثه، لانه حقيقه الحكومات المتعاقبه التي لحد هذه اللحظه، يعني بس هذه الحكومه انتبهت لهذا الموضوع، وقد يكون هي انتبهت لانه الحاجه الى الماسه انه نتحول، وبالتالي لو كان عندنا اكيد استراتيجيه عمل صحيحه قبل كذا سنه لما وقعنا في هذه المشكله. محافظه الديوانيه من المحافظات المظلومه جدا، لانه حقيقه بها عرفين الفرات يعني بها يمر، وبالتالي هي شبه الأذناب إلى الفرات، لأنه شط العباسية وشط الحلة، وبالتالي شط الحلة أيضا يعني لازم أن يتوصل حصة مياه إلى السماوة، وأيضا الفرات اللي هو بشط العباسية أيضا لازم تصل إلى ما بعد الشامية وبعد الصلاحية وبعد المهناوية وغماس، وبالتالي هاي كلها والشنافيه، وبالتالي كل هذه تاثير مباشر جدا على القطاع الزراعي وعلى الفلاحين. احنا حقيقه يعني العتب هو بعد ما يفيد العتب، لانه العتب على الحكومات المتعاقبه اللي ما عندها خطه استراتيجيه لهذه الشحه اللي احنا وقعنا بها، وبالتالي الان احنا علينا ان نعالج وان نتحول من هذه الزراعه الى الزراعات التقنيات الحديثه لتقليل استهلاك المياه. واذا علمنا انه دول العالم كلها تحولت تحول كبير في
الاتصال بالمياه او باستخدام يعني المياه. يعني غياب المكنن الحديث ووسائل الري ايضا الحديث ساهم بتراجع واقع القطاع الزراعي. نعم، غياب المكننة الحديثة وسائل الري الحديث بلا شك. يعني قد يكون المكننة متفقين عليها جزء كبير، جزء يعني لا يستهان به، الا انه التقنيات للري علينا ان نغادرها من كذا سنه، انه احنا تعرفين اليوم نزرع حقيقه الزراعه التقليديه اللي تعودنا عليها، يعني كما يقال بعض الاخوان يقولون بالزراعه السومريه، وبالتالي اليوم الغمر الناس غادرتها من زمان، اليوم تحولت الدول المجاوره والدول المتقدمه تحولت تحول كبير في اليوم اختراعات نشوفينها وتتابعينها، يعني تدير توقف العقول، بالتالي احنا علينا ان نغادر هذه الزراعه الان، هسه الان علينا اعداد، اذا بقينا وانا مسؤول عن كلامي، اذا بقينا على خطه وزاره الزراعه ما يمكن المتضرر الوحيد راح يبقى هو الفلاح والمزارع، وبالتالي الزراعه والقطاع الزراعي، وبالتالي الامن الغذائي. علينا ان نكون هناك ثوره ويقود هذه الثوره رئيس وزراء، تكون هناك مبادره من قبل رئيس الوزراء للتحول، يعني المبادرة مو مثل المبادرة السابقة، لا مو مبادرة تسليف، ولا مبادرة تحويل من الزراعات التقليدية للزراعات التقنيات الحديثة. إذا بقينا باستراتيجية وزارة الزراعة يراد لنا كذا سنة، يعني يراد لنا أكثر من 20 سنة يلا نتحول، وبالتالي راح نتأخر تأخر كبير. علينا الآن يعني السيد رئيس الوزراء جزاه الله خير، هو الرجل المتفهم بهذا الموضوع، هو مهندس زراعي ومهندس اختصاص ويفهم بالزراعه وهو الرجل ابن الزراعه، فعلينا ان نتحول بثوره تقنيات حديثه الكل مشمول بها، من اتحاد الجمعيه الفلاحيه للفلاحين للمزارعين للقطاع الخاص للقطاع العام لقطاع الدوله، كل القطاعات عليها ان تشترك وتتحول وتساعدنا وتامن لنا غذاء، لانه هو الحرب القادمه وحرب غذاء وحرب اقتصاد، وعلينا ان نفهم هذا المفروض، وعلى ان وزاره الزراعه وعلى وزاره الموارد المائيه وعلى الحكومه ان تفهم هذا المعنى. اكو معالجات مطروحه هذا المجال؟ احنا حقيقه يعني نادينا وطلبنا بلقائنا الاخير ويا دوله رئيس الوزراء طلبنا من عنده، والرجل رحب بهذه الفكره، لانه تعرفين التجاذبات السياسيه والتجاذبات الاقتصاديه والسوق والاموال والماليه يعني يراد لها فتره، بس الرجل تبنى هذا الموضوع، وحقيقه احنا يعني نرجو خير به كبير جدا، وهو اخذ المقترح اللي قدمناه الى بعين الاعتبار، اليوم لا هو شيء لا بد منه، يعني اذا اريد زراعه بالعراق، اذا اريد زراعه تستمر بالعراق، أنا علينا ان نبادر مبادره كبيره لتحول من هذه الزراعه التقليديه للزراعات التقنيات الحديثه. طيب بالنسبة لموضوع تجريف الأراضي الزراعية، هذه ظاهرة تنتهي أشو مستمرة؟ غياب القانون، غياب تطبيق القانون وليس غياب القانون، والمحاباة والمجاملات والنفوذ المتنفذين هم من يقومون بهذه العملية. أنت تعرفين يعني خلينا نكون صريحين جدا، الفساد في الدولة والفساد في المحافظات وصل إلى درجة يعني مخيفة جدا، يعني اليوم الكل مسؤول عن هذه، مسؤول الفلاح، مسؤول المزارع، مسؤول الجمعيات الفلاحيه، مسؤول المحافظ، مسؤول مجالس المحافظه هسه اللي اجت، مسؤول الوزاره، كل هاي مسؤوليه تتحملها هي في هذه راح تجرنا علما هم الى نرجع علما، تعرفين اليوم انت النمو السكاني، اذا الدوله ما تحسب النمو السكاني وقد تحتاج الى بنايات وقد تحتاج الى أن تكون يعني واعية للنمو السكاني، يعني تحتاج دراسة هاي التفاصيل طبعا عشوائية. العشوائية لأنه غياب تطبيق الدولة، نعم تطبيق القانون بالصورة الصحيحة، والمحاباة والمجاملات والمتنفذين، نعم. يعني اليوم أنت إذا تيجي تروحين للمتجاوزين على القطاع على الأراضي الزراعية، يعني وأكون مسؤول عن كلامي، كلهم متنفذين وكلهم لهم باع في الدولة، وإذا لم يكن فيهم في الدولة هم عندهم صداقات أو عندهم يعني شيء مع مسؤولين كبار ويتجاوزون، وإلا مستحيل هسا خلي يروح يقدر أحمد السوادي أحمد العيساوي هسا يقدر ياخذ له دونم واحد في أي مكان إذا الدنيا تنقلب،
لانه ما عنده علاقات، بس اللي عنده علاقات واللي عنده اموال واللي عنده كذا اكيد هو اللي، والا اللي يملط واللي يجر كهرباء واللي يجر مي، هاي بعين الدوله، وبالتالي هي الدوله من من من, من سمعت بها. فلان الى ماذا نحتاج حتى ندعم الواقع الزراعي في مجال المصانع، مجال المعامل ايضا؟ نحتاج الى وضع استراتيجيه الكل يشترك فيها، وان تكون هناك تحت اي مسمى، غرفه عمليات، مجلس زراعي اعلى، لجنه زراعيه، اي مسمى، نوضع استراتيجيه بعيده الامد الى مده 10 سنوات ايش راح نسوي، الى مده 20 سنه ايش راح نسوي، لمده 5 سنوات ايش راح نسوي. اليوم فكرنا وفكر وزاره الزراعه حقيقه فكر يعني ما ادري اسميه فكر يعني احس به عاجز. اليوم احنا عندنا اموال، عندنا طاقه، عندنا نقدر نفكر، نقدر نشتغل، عندنا اراضي، واحنا حاليا نحتاج الى خطط انيه وخطط مستقبليه. انت تعرفين احنا ايش عندنا اراضي زراعيه صالحه للزراعه 48 مليون دونم. تعرفين هذا الرقم اللي نحتاج الامكانات اذا. اي رقم مخيف هسه الحاليه يعني اللي مستغل مع هاي زراعه الموسم مال الحنطه، مع زراعه الابره، مع الخضار، مع كلها يلا يدوب من 15 الى 16 هاي يلا المسيطرين، يعني تقريبا ثلث الزراعه العرب اللي صالح. نحتاج قلت لك انا ارجع مره ثانيه وضع استراتيجيه على وزاره التخطيط، ان تتبنى هذا الموضوع، أن تضع هذه الاستراتيجية على وزارة الزراعة، أن تضع هذه الاستراتيجية على رئاسة الوزراء، أن تضع هذه الاستراتيجية على الجمعيات الفلاحية، أن تضع هذه الاستراتيجية، يلا نقدر نخطو خطوة صحيحة. اليوم مو كل من يغني على لا إله، وزارة الزراعة تشتغل في جهة، وزارة التخطيط تشتغل في جهة، مجلس الوزراء يشتغل في جهة، الجمعيات الفلاحية تشتغل في جهة، وبالتالي راح نتخبط وما راح نتقدم خطوة للأمام. يراد لنا أن نوضع هذا الموضوع عين الاعتبار وعين في عين الراعي لهذه العمليه ولهذا الارض ولهذا البلد، ويمكن الى وجدت الاراده وجدت الخطط الاستراتيجيه صحيحه يمكن ان نكسب قفزه كبيره في القطاع الزراعي. اشكركم السيد احمد السوادي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه في العراق، شكرا. طلاب السادس الإعدادي وخصوصا الناجحين السادس، ولكن معدلاتهم ما أهلتهم لدخول الكليات اللي هم يرغبون بها، فيطالبون بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل. احنا اليوم مجموعة من الطلاب المطالبين بتحسين بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل. نطالب السيد وزير التربية والسيد رئيس الوزراء أيضا بإعادة العمل بهذا النظام، كونه معمول به بالسنوات السابقة وأيضا في دول بعض الدول المتقدمة، وأيضا معمول به في إقليم كردستان، فما فرق الطالب عن في الشمال عن الطالب في الجنوب؟ يعني هو مطبق بالشمال هذا القرار ومعمول به لحد هذا الوقت، وإحنا هنا بالجنوب ما مقدم، شنو الفرق يعني؟ وهو هذا النظام انه قدمنا 73 كتاب نيابه واكثر، وحصلنا على 7 هوامش من وزير التربيه على يعرض هيئه الراي، وما كان اكو اي رد من هيئه الراي ولا اي يعني ما رجعوا لنا اي خبر، انه قالوا مرفوض من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء رافض انه يسبب يعني شلون نقول يعني اقتصاديا، ياثر اقتصاديا، يعني شنو ياثر اقتصاديا؟ انت ما تريدني ادرس مثلا، انا مستعد ادفع فلوس للمدرسه الالكترونيه واقعد بالبيت وادرس ما اثر على طلابي. تريد تقول هدرا للوقت، هذا هدر للوقت، انا احدد مستقبلي. يعني انا حصلت معدل انه انا هسه انه طلاب تحسين معدل هم طلاب مو فاشلين، يعني طلاب طموحين، يعني الطالب مثلا هسه احنا طلاب تحسين معدل ككل، انا اضمن لك اياهم انه ككل طلاب ما عدنا طالب يعني تجول 65 معدله، يعني هذا طالب يعني شو فاشل مثلا يقول، يعني هو نفس كلامهم انه مثلا اذا عاد ما راح يطلع المعدل او يطلع اقل او يرسب، زين احنا معدلاتنا عاليه، لكن بسبب المعدلات العاليه وبسبب الاهليات، زين احنا ما عندنا امكانيات، اني هسه قدامكم يعني ما عندي امكانيه اروح عن اهلي، ما عندي امكانيه اصرف، ما عندي امكانيه اروح عن دول الجوار مثلا ادرس برا. عندنا مناشد عبر الهاتف من علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا علي، تفضل. أختي العزيزة تحياتي لك، تحياتي للكادر. أهلا بك. كافح السيد المخرج. أهلا بك. أنا عندي خدمة، أنا عسكري طبعا. عسكري. وجريح ومعوق وقاعد بالبيت. شلون؟ ما سمعتك. عسكري وجريح ومعاق، معاق بشلل نصفي، لعوق الشلل النصفي نتيجة الإصابة. الإصابة اللي هي أثناء الخدمة ومن جرائها. وحاليا معاق وقاعد بالبيت وما حصلت أي حقوق. وعندي خدمة 10 سنوات. العشر سنوات اللي خدمتها بأصعب الظروف وبأصعب المعارك وبالعمليات، بشار الخير، بشار السلام، صولة الفرسان، ما خليت محافظة ما داومت فيها وما خليت وحدة ما داومت فيها. زين؟ وتالي ما تالي هيك يصير حالي. شو وقت إصابتك؟ شو وقت كانت إصابتك؟ إصابتي يعني إصابتي بال 2005 وظلت ما سويت لا سووا لي كتاب مال لجان طبية، لا سووا لي أوراق ولا حالوني مستشفى. وتالي ما تالي هسه انفسخ عقدي وقاعد بالبيت ومعوق بشلل نصفي. وين انت منتسب؟ نعم منتسب انت؟ نعم نعم منتسب بوزارة الدفاع. زين. لواء ثالث الفرقة 16. طيب. زين. وحاليا معاق وقاعد بالبيت، يعني هاي جزاك الجريح، هذا اللي ينطي دمه للوطن هيك يصير بحاله. والله انا اكثر موضوع يألمني هذا، يعني كلش اتألم من احد وانقهر من شخص. زين يا سيدتي الكريمة والله العظيم، شخص مقدم أغلى ما عنده، إيديا مثلا أو عيونه أو صاير بيفد شيء جراء الإصابة وقاعد يعني بالبيت. حتى للأسف هاي، بس هذا واقع حال، يعني حتى ما حد يسأل ليش. سيدتي الكريمة، سيدتي الكريمة، اسمع غاية الجود، الجود بالنفس، اسمع غاية الجود. تمام لو لا؟ طبعا. أنا جدت بنفسي للوطن وأنا خادم وممنون، يعني ما متفضل على الوطن. بس إيوه، لكن غير مثل ما علي حقوق، علي واجبات. طبعا يا سيدتي الكريمة، أنا حاليا والله العظيم حاصل علي 1000 دينار، يعني لا أقدر أشتغل شغلة مدنية ولا أقدر أرجع لوظيفتي. والله أبغى على جهال يومية أموت 60 موتة. زين، والله العلي العظيم أنا معاقب شلل نصفي، يعني وأبغى على جهالي، يعني ما أقدر 1000 دينار أنطيهم للمدرسة. زين، راتبك يعني ودوامك قلت لي شنو الموضوع؟ نعم، راتبك ودوامك. والله العظيم لا راتب عندي ولا تقاعد عندي، وقاعد حاليا ومعاق وقاعد بالبيت. وناشدت وطرقت جميع الابواب، ناشدت السيد وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش والسيد امين سر العام، يعني ما خليت وزاره الدفاع بضباطها مدراها قادتها كلها ناشدتها وما استجابوا لي ولا واحد. زين، اخر باب طرقته هو بابكم، ان شاء الله انتم ما تردوني. ان شاء الله توصل هاي المناشده للسيد وزير الدفاع. طبعا بس اريد اسالك، اذا انت ما نعم. عندك راتب، عندك عائله طبعا. نعم. شلون تعيلهم؟ شلون معيش؟ وحق هو الامام الحسين وحق بدون ما تحلف. انا مصدقتك بدون ما تحلف. نعم لا، حتى تكونين على بين. احنا بس نريد نوصل صوره انه شوفوا. نعم. المجاهد او الشخص اللي انطى اغلى. نعم. ما عنده، شوف شلون. ما والله العظيم استجزل 5000 دينار لو من اخوي، لو من ابن عمي، لو من عمي، لو من هذا، يعني يساعدوني الناس، يعني هذا اللي ينطي دمه ويتعوق اخر شيء يصير بحاله، يعني هيك يصير بي انا تالي عمري. يعني والله نوبات اقول ارد، ما اريد في يوم من الايام اندم انه انا خدمت بالجيش. لا، هاي قضيه ابد لا تندم عليها. ما اريد اندم، لا انا ما ندمان، بالعكس انا خادم ابدا وممنوع. بأسوأ الظروف، بأسوأ الظروف. والله يا اختي العزيزه، انا من 2004 لحد 2014، وتعرفين بال 2004 و5 و6 الشهر قطع الاتصال مع الاخ علي. ان شاء الله توصل المناشده هاي لوزاره الدفاع. بالنسبه لمشاريع فك الاختناقات المروريه اللي تصير بسرعه كبيره، نسب انجاز وصلت الى نسب متقدمه. من هذه المشاريع المشروع اللي يربط بين الزعفرانيه والكراده، يضم هذا المشروع نفق ومجسر. راح نتابع رساله محمد كاظم. حياة طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، جولتنا لهذا اليوم راح تكون حول أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. راح نتواجد بمشروع تقاطع المشن ونشوف نسب الإنجاز وموعد الافتتاح، خليكم ويانا.
طبعا شيء اكيد فائده عندنا. قبل كان ازدحام وهسه الحمد لله وشكل جاي يستوون بيها وان شاء الله يخف الازدحام. هي فرق شيء اكيد هوايه، يعني مثل قبل كان اكو ازدحامات وهسه ان شاء الله من يكمل بعد ماكو ازدحامات هواي. ان شاء الله ان شاء الله يعيدوها ودايما يستغلون وخير من الله. اي ان شاء الله الطالب يكثرون المجسرات وهاي. إسراع ما يخالف بس نوعية أهم من الإسراع، أنا حسب رأيي، حتى يبقى فترة طويلة يخدم الإنسان، مو يجي شركة خلص الشغلة وبالسرعة وما يستفاد من عدة المواطن لمدة فترة طويلة. يعني دائما الشارع والتبليط والذني الصبات المفروض إشراف من خبراء بها أو شركات محصنة بحيث يقدر يستمر بهذه الخدمة. حقيقة الإنجازات متتالية، ونشوف بذات الجسور بحق لنا الطرقات، الانسدادات، الانغلاقات من 20 سنة ما شفنا، بس عام 2023 بقيادة السيد الوزير السوداني رئيس الوزراء، ونتأمل أفضل وأفضل، لأن هاي خطوة. وحتى أكد عليه السيد السوداني أنه عام 2024 عام إنجازات. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.